قل يا شيخ، ما الفرق بين صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء وصلاة القيام التي تكون في آخر الليل في رمضان؟ لا فرق بينهما، صلاة التراويح في أول الليل أو في آخر الليل، لكن الناس في أيام العشر الأواخر من رمضان يحبون أن يحني الليل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في العشر الأواخر يحيي الليل كله، فلهذا جعلوا القيام في آخر الليل والصلاة الخفيفة التي يسمونها التراويح في أول الليل، ولا بأس بهذا.